كتبدا القصه مع واحد اللوين سميتو سايروس دخل المزاد ديال الاعمال الفنيه في البندقيه، جلس وسط الناس بدا كيتزايد معاهم على الاعمال، وفي نفس الوقت كان كيتواصل مع جوج صحابو كيسول المشهد ديال المواقع ديالهم في لندن، غير باش تفهموا في الوقيته اللي كيدار في هذا المزاد في البندقيه غيكون كيدار مزاد اخر في لندن، والمزادات بجوج مرتبطين مع بعضياتهم، يعني هذوك اللي في لندن يقدروا يشتريوا لايف التحف اللي معروضين في البندقيه، والناس اللي في البندقيه يقدروا يشتريوا من لندن. وصاحبنا وسط الناس اللي كيتزايدوا غنشوفوا الانتربول مراقبينه، وغنعرفوا بلي سايروس سارق دولي ديال الاعمال الفنيه. ولكن الحاجه اللي ما تفهمهاش الانتربول هي ان كاع اللوحات اللي كيشكوا فيه باغي يسرقهم كاينين في لندن، وهما مازال كيحاولوا يستنجوا شنو باغي يسرق. تعرضت واحد اللوحه ان اف تي، وهنا تاكدوا بلي غالبا يكون جا على قبلها، ولكن المشكل هو كان كيتزايد مع الناس، واكثر من هذا الشيء ربح المزايده. ما علنوا بلي الان اف تي سبعت لسايروس، عطى الاوامر للمساعده ديالو خدمات الانذار، وهنا غد ترون الانتربول ما خدم الانذار، قالوا هذه هي الوقيته اللي يدير فيها الضربه ديالو. عطى الضابط ابي الاوامر للضباط هجموا، وفي نفس الوقت في لندن غنشوفوا صحاب سايروس كيسرقوا اللوحات اللي كانوا معروضين، وغنعرفوا بلي سايروس جا المزاد مبين وجهه باش يسرق الان اف تي، وفي نفس الوقت الى هي الانتربول بين ما يسرقوا صحابو اللوحات في لندن. مع بداو الناس كيخرجوا قصد سايروس مول الان اف تي عرض عليه يمشيو يكملوا الصفقه في اليخت ديالو، مول الان اف تي شافوا عرض عليه 20 مليون ونص المزاد ما شكش فيه، وديك سار كان معاه في الباطو وتحركوا من تما. وصلت ابي والضباط للمعرض لقاو خبرهم مول الان اف تي، عرفوا سايروس خطفوه الفريق ديالو باش ياخذوا ليه الكودات ديال الان اف تي. خرجت ابي كتجري ضربات عليهم هزينو معاهم في باطو وعلاقين خدات حتى هي واحد تبعاتهم، وفي نفس الوقت نشوفوا صحاب سايروس في لندن كيهربوا اللوحات، واحد لداخل كيديرهم في كبسوله وكيلوحهم في الماء، والثاني برا كيقلب عليهم الجي بي اس وكيطلعهم. عيات ابي ما تطير، ولكن سايروس وصحابو كانوا موجودين كل شيء، حتى كتقول شداتهم وكيخرجوا لها شي حاجه قدامها توقفها. وفي الاخير باش غيدلعوها بمره بعدوا عليها شويه وطلعوا صور كبير من تحت الماء داير على المدينه كامله، بهذا الشيء علقوا وهي بقت حاصله لداخل. دابا ملي علقوا اجيو نتعرفوا على الفريق، سايروس هو البوس، هاد القنبوله سميتها كاميليا وهي السائقه ديال العصابه، ميسون الهاكر، ماغنوس اختصاصي في الخزنات، واخيرا المهندس لوك. من تما خداو صحابنا مول الان اف تي اليخت ديالهم، خداو من عنده اللوحه، والعجيب هو انهم عطاو 20 مليون اللي وعدوه بها. دوزوا الليل كامل كيحتفلوا ضحكوا نشطوا، والصباح فاقوا على خبر اختطاف القرع مول الان اف تي داير بوم في البلاد. القرع شاف الخبر سولهم علاش ما قالوش للمزاد بلي غادي معاهم بخاطره، وخلاهم كيحسب لهم خطفوه. هنا غيصدموا صاحبنا بلي دار نفس البلان اللي وقع اللوحه ديال الموناليزا، شحال هي معلقه وما ساويه حتى وزه، ولكن من بعد ما تسرقات ولات ساويه الملايين. وبالفعل داكشي نيت اللي دار مع الان اف تي ديالو، في الاول كانت ساويه غير 20 مليون، ولكن من بعد ما خطفوه دارت الاخبار ولات عند اللوحه ديالو قصه، هكا قدروا يبيعوها في السوق السوداء ب 90 مليون. وهما كيحتفلوا بهذا الشيء سولهم سايروس على عضو واحد اخر في الفريق سميتو دانتون، وفي هذه الوقيته غنشوفوا في مكتب ابي كتبحث معاه، وغنعرفوا بلي شدو قبل ما يخرج من المزاد. النهار الاخر وهي في مقر الانتربول استدعاها واحد سميتو هوكسلاي، وغير من الطريقه اللي كيهضر معاها بيها غنعرفوا اما الشاف ديالها ولا على الاقل فايتها في الكراد. المهم خداها للبيرو ديالو، تما عرض عليها الصوره ديال واحد البيزنس مان سميتو لارس، هاد لارس كان خدام محاسب عادي، ولكن من بعد ما استقل بدا كيستثمر الاموال ديالو في الاعمال الارهابيه. غتقول لي كيفاش كيربح من هاد الشيء؟ سهله، مثلا في اخر استثمار ليه خلى شي وحدين يفجروا طياره في السماء وقتل 180 راكب كانوا فيها، بهاد الشيء طاحوا الاسهم ديال شركه الطيران، ديك الساعه مشى هو شراهم وملي ولاو طلعوا باعهم. بهاد الطريقه كان كيدخل فلوس كثير، وبالرغم من ان السلطات عارفين هو اللي مور داك التفجير ما يقدروا يديروا والو حيت ما عندهم حتى شي دليل. هوكسلاي مده طويله هو شاد القضيه ديالو، ومن بعد بزاف ديال البحث قدر اخيرا يشد واحد سميتو ارتر خدام مع لارس وقنعو يتقلب عليه. سولته ابي شنو علاقته هي بهاد الشيء، قال لي عرفت من ارتر بلي لارس كيتواصل مع جماعه ديال الهاكرز، وبما ان كاع السدود حاليا ولاو كيتحكموا فيهم عن بعد خطط لارس انه يغرق شي بلاد بالمساعده ديال الهاكرز باش يلعب عاوتاني بسوق الاسهم ويدخل العاقه. ابي لحد الان مازال ما عرفت شنو مطلوب منها، اتي غصبري ما لحبك كتفت فيه. قال لها صاحبنا بلي الهاكرز طلبوا من لارس يخلصهم بالذهب، ومن بعد ايام غادي يحول لهم ذهب بقيمه نص مليار دولار، وإلا مشى الذهب حتى وصل لهم غتوقع كارثه في العالم، بزاف ديال السدود غيتدمروا والناس غيبدا نصهم يموت بالعطش، النص الاخر كيموت غارق. وبما ان الدوله ما تقدرش تمنع لارس من انه ينقل الذهب حيت كيدير هذا الشيء بشكل قانوني، بغاها دير صفقه مع سايروس تقنعو يسرق الذهب ديال لارس، حيت هذه هي الطريقه الوحيده باش يوقفوه. ابي فاش عرفت علاش استدعاها، في الاول رفضت البلان بحجه ما يقدروش يثيقوا في السارق بحال سايروس، ولكن في الاخير قدر يقنعها حيت ما كاينش حل اخر. في الليل وسايروس كيعوم في البيسين ديالو حتى وقفات عليه. كيفاش عرفاتو فين ساكن؟ ابي كانت معاه في علاقه قبل ما تعرفوا سارق ديال التحف. صاحبنا طلع لقاها قدامه وتصدم، ولكن واخا هكاك رحب بيها عطاها شي حاجه شرباتها وجلسوا يهضروا على السبب اللي خلاها تجي لهنا. قالت لي عندي لك واحد العرض من الانتربول غيهنيك من كاع ستريس اللي عندك في حياتك. سولها شنو هذا العرض؟ قالت لي بغيناك تسرق شي ذهب بقيمه نص مليار دولار في المقابل تاخذ حصانه كامله انت والفريق ديالك. صاحبنا سمع هذا الشيء نشط، نص مليار دولار وحصانه كامله غناك الله الحاج. ولكن مع قالت لي بلي داك الذهب في الملكيه ديال لارس، صاحبنا ضربوا الضو وفي البلاصه رفض العرض ديالها.
سولاتو على السبب، قال لي انا رسم الناس اللي ما خاصكش تسرق ليهم، تي راه البزقه كيحسب ليه ريال، عاد غتجي انت تدير نص مليار، والله لازق لك. هنا غتصدموا ابي بلي جدو دليل على صحابو هما كيسرقوا اللوحات في لندن، وهاد داتو بلي لا رفض يعاونهم غيمشيو كاملين للحبس. بدا سايروس كيفكر دور البلان في راسو، وفي الاخير قال لها بلي موافق بشرط انها تشارك معاهم في العمليه، وغيكون دار هادشي حيت عارف بلي ما تحمد القضيه، غيتخلاو عليهم لانتربول، ولكن الا كان معاهم عميل في لانتربول غادي يبقاو معاهم حتى للتالي. ابي وافقت، والنهار الاخر جاب دانتو اللي كان موجود عندهم، وبدات كتعاود الفريق ديال سايروس على البلان. الفريق في الاول رفضوا، ولكن في الاخير قدر سايروس يقنعهم، وبداو كيناقشوا الخطه اللي يسرقوا بها الذهب. من هنا 17 يوم غيحول لارج ذهب قيمه نص مليار دولار من بنك في لندن لزيوريخ. الذهب كامل غيكون مجموع في صندوق ديال نص متر مكعب الوزن ديالو 10 طن، غيتشارجا في فيرغون بلاندي غتدي تحت الحراسه لمطار لندن، تما غيتحمل في طائره ركاب غدا لزيوريخ، وصحابنا المهمه ديالهم يخبروا الذهب في شي بلاصه بين مصرف لندن اللي يخرج منه مطار زيوريخ. وهما كيخطوا للسرقه ديال الذهب، غيكون لارس بصفه المساعد ديالو يوكل داك ارتر الكلب حيت عطى الهوكسلاي معلومات على نقل الذهب، هذا غير عطى معلومات اش دار ليه، فما بالك هذوك اللي كيخطوا انهم يسرقوه. صحابنا من بعد مده ديال التخطيط لقاو بلي اسهل طريقه يسرقوا بها الذهب هي يسرقوا الطياره اللي غادي تنقل فيها. كيفاش غيديروا ليها؟ سهله، في الوقيته اللي غتكون الطياره في السماء غيعطيوها امر بانها خاصها تهبط في اقرب مطار بسبب الاحوال الجويه، وغير غتهبط غيدخلوا في بلاصه طائره اخرى بدون طيار باش ما تختفيش من الرادار. ولكن باش يديروا هادشي محتاجين طياره وواحد خدام في برج المراقبه يعطي الاوامر ويغطي عليهم فاش تختفي الطائره من الرادار وهما كيبدلوها. النهار الاخر نشوفوا سايروس وابي داخل عند واحد الصاد عنده طياره، هاد الصاد كنعرفوا سايروس داير في الطياره ديالو شي تعديلات ماشي قانونيه، طلب منه سايروس يسلفها ليه رفض، وهنا هدو صاحبنا بلي لا ما سلفهاش ليه غادي يخلي ابي اللي خدامه في الانتربول تحجزها ليه بسبب دوك التعديلات اللي داير. فكر داك الصاد مع راسو قبل اللي يسلفها ليه شهر وترجع ليه احسن من انها تحجز، وديك الساعه وافق. خدا سايروس لصحابو الطياره يديروا عليها التعديلات، وابي قصدوا واحد الصاد خدام في برج المراقبه، تلاقاو في واحد القهوه عرضوا عليه البلان. داك الصاد سمع باللي خاصو يامر طائره تنزل في مطار من غير ديالها، وفوق هادشي حرص على ان الطياره ديالهم تشد بلاصتها في الرادار، رفض حيت هاد البلان ممكن يصيفط يدوز حياته كامله في الحبس. ولكن من بعد ما عرضوا عليه مليون دولار ووعداتو ابي بلي غادي يحميو الانتربول، وافق يدخل معاهم. نمشيو عند صحابنا للبلاصه اللي كيعدلوا فيها الطياره، قادات ميسون واحد الجهاز يخلي الطائره اللي غادي يختطفوا تختفي من الرادار، ماغروس صايب واحد الجهاز يفتح به الخزنه، لوك عدل الطائره اللي تسلفوا خلاها ما تشدش بالرادار، وكاميليا غتكون كتدرب على قياده الطائره حيت غيخصها تدخل تحت الطائره اللي غادي يختطفوا، تلاق طائره اخرى صغيره في بلاصتها باش ما يطلعش للبرج باللي غبرات من الرادار. غتكونوا ضغطوا شويه، ولكن فاش غيبدا التنفيذ كلشي غيولي واضح. جا النهار ديال العمليه، طلعوا صحابنا للطيارة شد كل واحد بلاصتو، وسايروس كيتأكد منهم اكتشف لي المهندس لوك خاف وتخلى عليهم في آخر لحظة. هادشي بطبيعة الحال سخطو، ولكن ما عنده ما يدير، اتصل بيه دار معايا تلقى ليهم في الجهة الأخرى وكملوا بلا بيه. في الطيارة كانوا راكبين معاهم خمسة من الرجال ديال لارس مكلفين بحماية الخزنة، مع أقل عمر المطار تبعتهم كاميليا بالطيارة اللي تسلفوا، وآبي في الحمام كتوجد الجهاز اللي غيشوش على الرادار باش يخفيو الطيارة، من زهرها طاح لها في الأرض تشتت. سايروس لاحظ بلي تعطلات باع يعرفش واقع، لقى الجهاز كامل مشتت، ديك الساعة دخل عنده يعاونها تجمع، وهما مقاتلين معاه دخلت كاميليا بالطيارة تحتهم، ولكن مع مازال ما صلحوش الجهاز طلعت لبرج المراقبة في الرادار، وهنا فين غيجي الدور ديال داك الساط اللي خلصوا. حاولت وحدة معاه تبلغ بلي رصدت طائرة أخرى تحت الطائرة ديال الركاب، بدا كيحاول يلاهيها، قالها بلي مرة مرة كيوقع هاد البلان، وبالفعل قدر يوقف حتى صلحوا صحابنا الجهاز ديال التشويش وغبروا الطائرة. مع رجعات المرة البلاصة عطى داك الساط الأوامر للبيلوت يهبط بحجة رصدوا شي عاصفة في طريقه، البيلوت خذ الأوامر نعاطف باش يهبط في أقرب مطار، ديك الساعة لقات كاميليا طائرة بدون طيار في بلاصة اللي هزت الذهب باش تبقى باينة في الرادار، وتبعاتهم. والطيارة كتوجد باش تهبط غيكون ماغنوس مقاتل مع الخزنة، بالفعل قدر يفتحها وصل للذهب، ولكن في نفس الوقت غيكون سايروس وابي مقاتلين مع الرجال اللي صيفط لاروس يحميو الذهب. الرجال ديال لاروس قدروا يهربوا أسلحة الطيارة، ولكن بالأسلحة ديالهم خلى ليهم سايروس وابي ضربوهم، هاك شد لقى طيحوا كاع هادوك اللي تما حطوا الطيارة في المدرج، ولكن ملي هبطوا صحابنا للبلاصة اللي فيها الخزنة لقاو ثلاثة الآخرين شادين ماغنوس، نيشو فيهم حتى هما، محطات كاميليا بالطيارة حاصروها، وبهذه الطريقة سيطروا الرجال ديال لاروس على الوضع، شارجاو الذهب في الطائرة اللي جابت كاميليا أمرها تكمل بهم الطريق. حاولت تصرح لهم بلي ما غاديش تحمل الطياره الوزن ديال الذهب، ولكن ما سمعوش ليها. امر الشاف ديالهم واحد يتخلص من ماغنوك، طلع هو اللي بقاو في الطياره وكملوا الطريق. نمشيو عند هوكسلاي، وهو مسنيهم في البلاصه اللي اتفقوا ما يعطيو فيها الذهب. وصلاتو الخبر ديال داكشي اللي وقع، هنا سخط واكثر من هادشي ما يقدرش يتبعهم حيت الطياره كامله كانت مغطيه بطبقه كتمنع الرادارات يشدوها، ولكن هادشي ما غاديش يبقى مده طويله. دارت كاميليا في حيال الوزن ديال الذهب خلى الطياره تلعب في السماء، وبهذه الطريقه طيرت ديك الطبقه اللي كتخليها مخفيه، وقدر هوكسلاي واللي معاه يرصدوها. وداك الساط غادي ماغنوك يتخلص منه كيف ما قال لي الشاف ديالو، غفلو ماغنوك جا في حبه بطا يطير ليه الفردي، دار فيه شي لعيبات حطو في الارض وبقى غادي. داك الساط جاتو في شكل، ولكن ما تسوقش للبلان، مشى كيجري عاود هز الفردي بغا يتيري فيه، وهو يتفرقع عليه في يدو طيرها، وغايكون ماغنوك حيد ليه شي بياسه قبل ما يحطو. نرى
راجعوا عند هوكسلاي. وخرس الطائرة المحملة بالذهب ما يقدرش يتعرض لأي حجزة حيت ما عنده حتى دليل ضد لارس. بدا كيفكر في شي حل، ومن بعد مدة ديال التفكير أمر المساعد ديالو يتصل بالناطو يقول لهم بلي ديك الطائرة كتشكل خطر إرهابي وخليهم يفجروها. حاول المساعد ديالو يقنعو يشوف شي حل آخر حيت تقدر تكون المحقق أبي معاهم في الطائرة، ولكن هوكسلاي يفضل يصفي لهم جميل على أنه يخلي الذهب يوصل للهاكرز، حيت بصح إلا مشاو حتى خداوه غاترون. في نفس الوقت يكون لارس كيحاول يهدر رئيسة الهاكرز حيت تعطل بزاف على الوقت اللي قال لهم بلي غادي يسلم لهم فيه الذهب. نمشيو عند صحابنا للطيارة وهما شادين الطريق، دورهم جوج ديال الطيارات حربية صيفطوهم الناطو من بعد ما بلغهم هوكسلاي. بداو الطائرات الحربية كيقولوا لهم يعرفوا راسهم ولا غيتيريو فيهم. بغات كاميليا تقول لهم بلي كاين مدنيين في الطائرة باش ما يتيريوش، ولكن ما خلاهاش مساعد لارس حيت كيحسب لي غير باغيين يقولبوهم. الطيارين ديال الناطو عيو يتسناو شي رد والو. ديك الساعة قالوا لهم بلي عندهم 60 ثانية يجاوبوا ولا غيفجروهم. سايروس يحاول يقنع مساعد لارس يخلي كاميليا تواصل معاهم باش ما يتيريوش، وملي شافو رافض بمرة هجم عليه هو وابي. وهنا غترون. جا صاحبنا في الأول طيار لي السلاح، هجمت ابي على الثاني وسايروس شد الشاف ديالهم. هاك شد لقى شاف حبو الوجه وضربو مع الحديده غيبو. وملي صفوها لهم كاملين تواصلت كاميليا مع الناطو قالت لهم بلي عندهم رهائن مدنيين وهما يلغيو الهجوم وتراجعوا قبل لحظات من التدمير. كاميليا وهي مدبزه مع هذاك اللي كان واقف على كلاتها في يدها وما بقاتش قادره تحكم في الطائره بسبب هذا الشيء، خرجت على المسار بدات قصد الارض. دخل عند سايروس وابي عاونوها، بقات كتوجههم قدروا يرجعوا الطائره للمسار، ولكن من زهرهم تفرع عليهم الخزان ديال الوقود وخاصهم ينزلوا في اقرب وقت. وهنا ما بقى عندهم حتى شي حل غير انهم ينزلوا في المدرج ديال لارس. وبالفعل داكشي نيت اللي داروا، ولارس جالس مع الرئيسه ديال الهاكرز حتى كتبان لهم الطائره قصداهم. ضربات في الارض فرشخات دمروا الروايد، واخا هادشي كامل قدروا يوقفوا قبل ما تضرب في الدار، ولكن كاع داكشي اللي خطوا ليه فشل حيت في عوض ما يسرقوا الذهب لارس وصلوا ليه حتى قدام الباب. خرجوا الرجال ديالو نيشوا فيهم استولوا على الذهب، ويلا غيعطي الرئيسه الهاكرز باش يكملوا الصفقه. قال لها سايروس بلي هو من الانتربول ويلا مشات حتى خدت هاد الذهب غادي يتبعوها. رئيسه الهاكرز سمعت هادشي لغات الصفقه، هدات لارس بلي غتنتقم منه حيت ضيع عليهم وقتهم وسبابه غادي يتفضحوا، ويلا غتحرك في حالها تيرفع الرجل طيحها عاودها للراس قتلها. ودار عند سايروس ادوار عزوه ما لقيتي لعبه تلعب اليوم شتت لمك راسك، يلا غيتيري في وصلوا البوليس دوروهم. قالت لهم ابي بلي هي من الانتربول وامراتهم يعتقلوا بتهمه القتل. هنا حاول لارس يكذب وقال لهم بلي غير كان كيدافع على راسه، ولكن في هذه اللحظه عرضت ميسون فيديو ديالو، شداتو الكاميرا اللي في الطائره وكيقتل رئيسه الهاكرز. هنا صافي كلشي تفرش. من بعد مده وصل هوكسلاي، اعتقلوا لارس بتهمه القتل حيت هي الحجر الوحيده اللي قادرين يتبتوا عليه. وهو تيهن ابي على هادشي اللي دارت، جات في حبو بكروشي حيت كان باغي يفجرهم، وقالت ليه بلي كتستقل من الانتربول وتحركت مع سايروس وكاميليا. تحركوا صحابنا من تما، خدا هوكسلاي الذهب، وهو تيقلب ولقاه كامل مزور، وغنعرفوا بلي الذهب الحقيقي سرقوا سايروس وصحابه. كيفاش داروا ليها؟ اجي نرجعوا واحد فلاش باك باش نفهموا. قبل الرحله صايب ماغنوس ذهب مزور داروا في صندوق، وطلعوا معاهم للطياره على اساس السلعه باغيين ينقلوها. وفي الوقيته اللي هما كانوا مدابزين مع الرجال ديال لارس في الطياره، جبد هو الذهب الحقيقي لصق فيه جي بي اس باراشوت ولاحوا من الطياره. موراه حط المزور في بلاصتو، وبقى مسني الرجال ديال لارس يجيو يشدوه. وسايروس كيعاود هادشي لابي، سولاتو فين الذهب دابا؟ قال لي هنا فين غيجي الدور ديال لوك اللي عمرو ساحب، وغيكون دار براسو خاف باش في الوقيته اللي يلوح ماغنوك الذهب من الطياره يتبعو هو بالجي بي اس. تقريبا نفس الطريقه اللي شفناهم سرقوا بها اللوحات في لندن. من بعد مده ديال الطريق وصلوا للبلاصه اللي خبع فيها لوك الذهب، تما لقاو صحابهم كيتسناوهم. خلاو ابي جبد الذهب من تحت المحتيه اللي يلاه انضمت ليهم، وبهذا الشيء يكونوا بيطقوا هوكسلاي، صيفطوا لارس للحبس، وصوروا من هذه العمليه داكشي اللي لايك فيهم حياتهم كامله. عرفتي من كثرت ما تفرجت في السرقات وليت كنحس براسي واجد مخطط لشي وحده، راه غدا حكيناه تمشي توقع شي سرقه تلصقوها عليا. وحتى لهنا غنكون وصلنا لنهاية القصة. إلى عجبتكم ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجيو مع أصحابكم. هادي انستغرام ديالي، كان معكم يوسف، تلاقاو في فيديو الجاي. بيس.